حصل. حصل. الذي التقط شيئا لا يخشى فساده، يعني هذا مسألته أو هذا الفصل لبيان أحكام اللقطة. لقطة أو لقطة، ثم هذا لقطة شيء ولقيت شيء آخر. لقيت يطلق على الحيوان، يعني على إنسان، يعني لقيت يطلق على إنسان. مثلا هذا ولد صبي صغير، وجد يعني ليس له، لا يعلم له يعني أب ولا أم ولا أحد إلا قاربي، هكذا. وهذا يقال له لقيت. وهذه لقطة، ما هي اللقطة؟ اللقطة لغة الشيء الملقوط. ملقوط لقط بمعنى أخذ من الأرض، يعني يأخذه من الأرض شرعا ما وجد من حق محترم غير محرز، لا يعرف الواجد مستحقه. هذا هو اللقطة، يعني هو ما وجد من حق محترم. هنا أيضا محترم، فإذا لو كان نجسا أيضا، لكن هذا لو كان محترما احترام، يعني بجواز التصرف به هكذا، اختصاص أيضا محترم. ثم غير محرز، هذا شيء ليس في حرز مثله، بل هو وجده خارج حرز مثله، لا يعرف الواجد مستحقه، هو لا يعلم لمن هذا الشيء، هو من هو مستحق هذا الشيء. هذا هو اللقطة. فإذا الذي التقط شيئا، رجل شخص التقط لقطة لا يخشى فساده، يعني لقطة يكون على أربعة أنواع، بينه صاحب الحاشية هنا، يعني لقطة لا يخشى فساده هكذا، أو يخشى فساده مثل الطعام، هو يخشى فساده، أو يعني يخشى فساده لكن يمكن حفظه بعلاج وغيره، بتجفيف وغيره، هكذا أنواع. فإذا ذكر المصنف هنا أولا قسم ما لا يخشى فساده، مثاله نقد، كنقد ونحاس. ثم أين وجد بعمارة أو محفظة عرفه سنة، يجب عليه التعريف مدة سنة في الأسواق وأبواب المساجد. ماذا حكم الالتقاط؟ حكم الالتقاط مباح، يعني لو كان واثقا بنفسه، لو كان ثقة أمينا يباح، وإلا يكره كما سبق. لو كان يخشى على نفسه فهو حرام. الذي التقط شيئا لا يخشى فساده كنقد، يعني هذا لا يفسد بل يبقى دائما. نقد يعني الذهب والفضة، نحاس أين وجد بعمارة، يعني التقط بعمارة. عمارة معناه غير المفازة، المفازة يعني الفلات، ليس به عمارات أبنية. عمارة يعني مكان معمور، مكان عامر، منزل أو مسجد، يعني هذا في مكان هناك يوجد بيوت، دكاكين، مساجد، كل هذا يعني يصدق عليهم قوله عمارة. فإذا لو كان على أرض فلات، فلاة خالي، ليس هناك شيء من العمارة، بل ما يكون مزرعة أو يعني ملعب، وكل هذا داخل في المفازة. فإذا وهذا شيء لا يخشى فساده. فإذا ليس هناك فرق بين كونه التقطه من عمارة أو مفازة، ليس فرق. هذا الفرق سيأتي في موعدنا في قسم آخر. عرفه سنة في الأسواق وأبواب المساجد. أبواب المساجد يعني عند انفصال الجماعة والجمعة، هكذا هو يعلم. الإعلام إما يكون بقوله أو بيعني وضع لوحة هكذا، يعني يكتب إعلانا هكذا في الأسواق. هذا أولا يجب يعني في اليوم مرة، صباحا ومساء لبعض الأيام، بعد ذلك في الأسبوع مرتين، في اليوم مرتين، ثم في الأسبوع مرتين، ثم في الأسبوع مرة، ثم في الشهر مرة، هكذا إلى تمام السنة. فإن ظهر مالكه، ممكن بهذا الإعلام ظهر مالكه، فإذا يعني يعطيه، فإن ظهر مالكه أعطاه إياه، وإلا تملكه، يعني بعد سنة ماذا يفعل؟ هو يتملك بلفظ تملكته، هو يقول هكذا تملكته، ثم يقول. ثم بعد ذلك لو جاء ماذا يفعل؟ ممكن هو بعد سنة جاء مالكه، هو لو كان هذا الشيء باقي عنده يرده، وإلا هو يرد مثله أو يعني قيمته، لو كان مقوما يعطي قيمته، وإلا يعطي ثمنه هكذا، يعني مثله هنا.
وإن شاء باعه، إما يتملك أو لا يجب عليه تملكه، إما يتملك وإن شاء باعه وحفظ ثمنه، وهو يبيعه يحفظ عنده هذا الثمن. نعم، لماذا؟ لو جاء هذا المالك يؤتيه هذا الثمن، ثم أو ما يخشى يخشى فساده، يعني هذا النوع الثاني. أولا قال الذي التقط شيئا لا يخشى فساده، وهنا ما يخشى فساده، يعني التقط شيئا لا يخشى فساده، كحريسة وبقل وفاكهة ورطب لا يتتمر فيتخير ملتقطه بين أكله متملكا له ويغرم قيمته، وبين بيعه ويعرفه بعد بيعه ليتملك ثمنه بعد التعريف، فإن ظهر مالكه أعطاه قيمته إن أكله أو ثمنه إن باعه. نعم، هذا القسم الثاني، هذا كهريسة. هريسة يعني هذا طعام، نوع طعام يصنع من دقيق القمح واللحم، يخلطان يصنع منهما هذا الطعام. وكذلك هريسة يقال لي نوع من حلويات، أيضا حلويات يصنع هكذا من دقيق وسمن وسكر هكذا هريسة. نعم، عندنا يقال هريسة. هذا يوجد عندكم في الشيشان؟ يوجد هريسة؟ نعم، ولكن الكيفية الهريسة الذي يقصد المصنف لا أعرف، لكن عندنا أيضا طعام يصنع بالدقيق واللحم يعني. لكن هذا ليس هريسة عندكم. في الشام يوجد؟ نعم، الحلوى موجودة، لكن الدقيق هكذا مع اللحم لا أعرفه. عندنا يوجد نعم هريسة وبقل، هذا يعني يصد، فإذا ممكن هو وجد هكذا يعني كيسا من هريسة، أو يعني هذا وجد بقلا، البقل يعني يدوم أيضا شيئا أكثر من بقاء الهريسة، وفاكهة ورطب يعني لا يتتمر، رطب لا يتتمر، لماذا قال هذا؟ يعني لو كان يتتمر فحكمه ليس هذا، وهذا يمكن بقاؤه بعلاج، كيف؟ هذا يجفف يجعل تمرا، لو جففه وجعله تمرا يبقى مدة، أما رطب على حاله لا يبقى. نعم، وذاك قسم آخر. نعم، لو كان رطب يتتمر وهو قسم آخر فهو مخير بين تجفيفه وجعله تمرا ويبقيه، أو يعني يبيعه أو يأكله هكذا، يعني يأتي بالتخيير أمر ثالث، لذلك يعترض عنه، فيتخير ملتقطه بين أكله متملكا له، يعني هو يأكل على أي نية؟ نية أنه يتملك، أو يتملك أولا ثم يأكله أيا كان الأمر، يعني بهذا الفعل فعل الأكل ينوي ماذا؟ تملكه. نعم، فإذا يفرض هناك أنه تملك أولا، ويغرم قيمته، لو أكل يغرم قيمته، ثم بعد الأكل لو جاء هذا المالك يعطي قيمته، ثم وبين بيعه، إما يفعل هكذا الأكل أو يبيعه، ثم ويعرفه بعد بيعه وهو يحفظ الثمن عنده، ويعرف بعد بيعه، فإذا لا يعرف أولا بل بعد البيع يعرف ليتملك ثمنه، لماذا هذا التعريف؟ بعد التعريف هو يتملك هذا الثمن. نعم، فإن ظهر مالكه أعطاه قيمته إن أكل أو ثمنه إن باع، وفي التعريف بعد الأكل، يعني أولا قال بعد البيع هو يعرف، أما بعد الأكل يعرف ولا يعرف؟ نعم يعرف، فيه وجهان، وفي التعريف بعد الأكل وجهان، لماذا هذا التعريف؟ والتعريف يعني لأجل التملك بعد تمام التعريف، فإذا في الأكل هو ملك، فإذا ليس هناك مقتضي التعريف، هذا هو يعني شبهة في التعريف بعد الأكل، لذلك هناك وجهان، وفي التعريف بعد الأكل وجهان أصحهما في العمارة وجوبه، وفي المحافظة قال الإمام رحمه الله الظاهر أنه لا يجب، لأنه لا فائدة به. فإذا لو وجد هذا الشيء يعني هريسة البقلة هكذا وجد أين بالعمارة، بالعمارة يجب عليه التعريف بعد الأكل، وفي المفازة يعني لو وجد هذه اللقطة في المفازة قال الإمام إمام الحرمين رحمه الله أنه لا يجب، هذا هو الظاهر، يعني هو ذكر بحثا لأنه لا فائدة به يعني بالتعريف، ولو وجد ببيته درهما، يعني رجل وجد بداخل بيته درهما ولا يعلم من لهذا الدرهم، مثلا درهم مثلا او شيئا اخر، هو وجد جوالا
أو يعني شيئا آخر، يعني منديلا هكذا، ثوبا أو قلما هكذا شيئا. وجوز أنه لمن يدخلونه عرفه له، يعني لأنه جوز يعني هذا بمعنى الإمكان، يظن ماذا أن هذا الشيء لمن يدخلونه، يعني لمن دخل بيته، ليس له بل لمن دخل بيته، هكذا يظن. فإذا هناك يجب التعريف، عرفه لهم، أن ينظر من دخل، من دخل، من دخل بيته. هناك رجل واحد فقد دخل، أو يعني هناك جاء وفد، يعني كان 10 أشخاص، فإذا يعرفهم فقط، لا حاجة إلى التعريف في مجامع الناس، يعني في أبواب المسجد والأسواق هكذا، لا حاجة، فلا يجب التعريف، بل هو يعرف هؤلاء الداخلين فقط، عرفه لهم كاللقطة، يعني كاللقطة في الخارج، هناك خارج البيت لو وجد لقطة خارج بيته يجب عليه التعريف، كذلك هنا أيضا يجب التعريف. قاله القفال رحمه الله. ثم لو كان هذه اللقطة يعني شيئا حقيرا، هل يعرفه أو لا يعرفه؟ هذا الذي يقول، نعم، ويعرف ويعرف حقير لا يعرض عنه غالبا. فإذا هذا كأنه قيد للتعريف باللقطة. لو كان هذه اللقطة شيء لا يعرض عنه غالبا فيجب التعريف. ثم لو لم يكن هكذا، بل هذا شيء حقير يعرض عنه غالبا، فلا حاجة إلى التعريف. هذا يعرف حقير لا يعرض عنه غالبا، وقيل هو درهم. ثم جاء تفسير لهذا الشيء الحقير الذي لا يعرض عنه، وهو درهم، هكذا قيل. فإذا ما هو أقل من درهم؟ وهو مما يعرض عنه غالبا، لو كان درهم أو يعني ما يساويه من أي شيء، وهو شيء حقير، مع ذلك لا يعرض عنه غالبا، لذلك يجب التعريف بدرهم. لكن هذا مرجوح، لماذا؟ هذا يختلف باختلاف أحوال الناس. ممكن عند قوم يكون 100 دراهم أو 100 درهم أيضا مما يعرض عنه، لو كان كلنا غنيا عندهم، يعني هذا لا يلتفت إلى 100 درهم، ممكن هذا شيء يعرض عنه، لذلك هذا لا يقيد بدرهم، بل هذا يرجع إلى عادة الناس. كم يعرف زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه بعده غالبا؟ فإذا لو كان هكذا شيء حقير غالبا لا يعرض عنه، يجب التعريف، لكن لا يجب التعريف سنة، بل التعريف يعني إلى مدة يظن فيه، يظن في هذه المدة أن فاقده، فاقد هذا الدرهم أو هذا الشيء الحقيقي يعرض عنه بعده، بعد هذا الزمن غالبا، فلا حاجة إلى التعريف بعده. ثم ماذا يفعل؟ هو يتملك هكذا، ويختلف ذلك باختلاف المال، هذا الزمن أيضا يختلف باختلاف المال. فدانك الفضة حالا والذهب نحو 3 أيام. دانق هو سدس الدرهم، دانق سدس درهم، سدس درهم او دينار، السدس يقال دانق. فاذا هذا دانق الفضة حالا، هذا يعني تافه بالنسبة الى دانق الذهب، لذلك يعرف حالا فقط. ثم والذهب دانق الذهب نحو 3 أيام، يعني يعرف. أما ما يعرض عنه غالبا كحبة، حبة الزبيب، نعم، استبد به حبة الزبيب أو التمرة هكذا وجد، فإذا هو يأخذ ويأكل، لا حاجة إلى التعريف. استبد به يعني استقل به، واجده بلا تعريف، نعم، لا يعرفه رأسا. ثم ومن رأى لقطة فرفعها برجله ليعرفها وتركها لم يضمنها. ومن رأى لقطة فرفعها، في نسختنا هكذا فرفعها بالرأي، رجل هكذا رأى لقطة، أي شيء كان ثوبا أو أي شيء في الطريق أو في المسجد هكذا، فرفعها برجله. لماذا رفع برجله؟ ليعرفها، يعني ليعرف أوصافها، جودتها هكذا. ثم تركها، تركها وذهب، لم يأخذ. هل يضمن أو لا يضمن؟ هنا ذكر لا يضمن، لكن قد سبق في باب الوقف أن الرجل وجد سجادة في المسجد، فإذا ماذا يفعل؟ لو أقيمت الصلاة، ذكر هناك ينحي برجله ولا يرفعها
لئلا يدخل بضمانها. من هناك عرفنا أن رفع شيء برجله يدخله بضمانه، فإذا هذا يعارض ما سبق، فكيف الجمع بينهما؟ ما كان نقل في الحاشية عبارة من؟ اقرأ. قوله دفعها بالدال عبارة شرقية. ومن رأى اقرأه. ومن رأى لقطة فرفعها برجله ليعرفها وتركها لم يضمنها، فيه أنه تقدم للشارع في باب الوقف فيما يقتضي أنه لو رفع السجادة من الصف برجله ضمنها. ونص عبارته هناك، فلو كان له سجادة فيه فينحيها برجله من غير أن يرفعها بها عن الأرض لئلا تدخل في ضمانه. ثم انتهى. ثم رأيت في الروض وشرحه ما نصه في الروض وشرحه. في الروض وشرحه هذه العبارة بالدال فدفعها فدفعها برجله. وإن رأها مطروحة فدفعها برجله مثلا ليعرفها جنسا وتركها لم يضمنها. فإذن وجدها هنا يعني فإذن يعني لم يرفعها برجلها بل دفعها برجله بدون رفعها. طيب إذن أيضا يجب أن يكون ودفعها فدفعها. هكذا بالنظر إلى المعنى والحكم هكذا يكون، لكن في الكتاب هكذا بجميع نسخ فتح المعين بالرفع بالرأي فرفع رفع، لذلك لا يجوز لنا أن تصحيح العبارة بل نبقي العبارة هكذا فرفع رفع. نبقي العبارة فدفع في نسختك دفعها. يعني هذا بتحقيق نسخة بتحقيق أو هذا حاشية؟ لا نسخة. هو بتحقيق. كتب شيئا هناك؟ ما كتب شيئا نسخة دار الحزم. لكن هو ربما هو حقق من الـ من الـ من الـ من الحاشية هنا. لا هذا لا يجوز لصاحب التحقيق، ينبغي ان يعتمد على نسخته. ممكن هو وجد نسخته بالدالي، لو كان نسخته بالدالي فهو صحيح، لكن في نسختنا فكذلك في جميع نسخ ديار ملايبات بالرأي رفعها، لذلك الحكم هكذا يعني كما سبق من باب الوقت كما علم من باب الوقت لو رفعها يدخل في ضمانه ان يرفعها بدون رفع لا يضمن، هذا هو الحكم. كما علم من الرواية وشرحه. ثم ويجوز أخذ يعني السنابل الحصادي التي أعتيد الإعراض عنها، يعني الحسادون يحسدون هذا أصل. يعني هذه مسألة أيضا جاءنا في الوقف أم فين؟ نعم في الوقف في هذه المسألة، يعني لو رفع شيئا برجله يدخل في ضمانه. أنا أقصد ويجوز أخذ نحو السنابل الحصادين التي أعتيد الإعراض عنها، يعني هذه المسألة نفسها جاءت في هذا الكتاب. لا لم يسمع. ويجوز أخذ نحو سنابل الحصاد التي أعتيد الإعراض عنها، فإذا هذا حساد يعني حينما يحسدون هذا الأرز أو السمسم وهكذا أو القمح يسقط منهم هذا في الطريق، هم يذهبون من المزرعة من الحقل إلى بيوتهم أو يعني إلى مكان، فإذا هذا يتساقط سنبلة سنبلتان هكذا في الطريق، وهؤلاء لا يعتبرون بها بل يعرضون عنها، فإذا يجوز التي أعتيد الإعراض عنها وهذا الذي يجوز أخذها. فإذا لو لم يعتد الإعراض عنها بل ممكن واحد يمشي في الوراء وهو يأخذ كل ما يتساقط، وهكذا لو كانت عادة لا يجوز الأخذ بل هذا يؤتي لصاحبه. ولو مما فيه زكاة خلافا للزركشي رحمه الله. هذا الإمام الزركشي رحمه الله قال وهذا لو كان ما يجب فيه الزكاة لا يجوز الأخذ إلا يجوز، هكذا فصل، لكن هنا يجوز لو كان ما يجب فيه الزكاة. وكذا برادة الحدادين، برادة الحدادين، برادة الحدادين، برادة يعني القطع الصغيرة التي تسقط عند برد الحديد، الحديد أولا يسخن ثم يبرد، إذا بعد التسخين يعني عندما يكون ساخنا جدا يضرب عليه يلين ويعني يمد هكذا يعني يسلم. ثم بعد عند التبريد يعني ينفصل منه ساعة قطعة قطعة قطعة، هذا صغير،
وهذا يجوز حفظه جائز. وكسرته خبز من رشيد وكذلك يجوز أخذه لتعد خبز كسرة خبز لو كان من رشيد. أما صبي لا يجوز الأخذ منه يعني صبي أعطى لك كسرة خبز لا يجوز لك أخذه هكذا لو كان بالغا رشيدا يجوز لك ثم ونحو ذلك يعني يجوز أخذه نحو ذلك نحو ذلك معناه الناس يعرضون عنها غالبا ولا يهتمون بها مما يعرض عنه عادتنا فيملكه آخذه لو أخذ وهو ملكه وينفذ تصرفه فيه أخذا بظاهر أحوال السلفيين. السلف يعني أحوالهم ماذا كان لا ينكرون على هذا الآخذ الآخذ يأخذ هكذا ثم بعد ذلك يعني لا ينكرون. نعم هذا مثلا في المساء بعد الحسد بعض الناس أو بعض الفقراء يمشون في العقل في العقل ثم يأخذون يجمعون ما تساقط هناك من السنابل فإذا يجمعون هكذا فإذا السلف ما كانوا ينكرون. ثم ويحرم أخذ ثمر تساقط إن حبت عليه يحرم أخذ ثمر تساقط متى إن حبت عليه يعني لو كان عليه حائط يحرم فإذا داخل الحائط تساقط هذا الثمر يحرم أخذ وسقط داخل الجدار قال في المجموع ما سقط خارج الجدار إن لم يعتد إباحته حرما فإذا ينظر يعني العادة ما يسقط من الثمر خارج الحائط هل يجوز أخذه؟ لا يجوز أخذه متى إن لم يعتد إباحته لو اعتدت إباحته يجوز هذا الذي قال بعده وإن اعتدت يعني اعتدت إباحته حل عملا بالعادة المستمرة المغلبة على الظن إباحتهم له إباحتهم يعني إباحة الملاك المالك يبيعه للآخذي فإذا يحل نعم هذا مباح مباح فإلا لا يجوز نعم. وهنا انتهينا من القسم الثاني في الفقه يعني انتهينا من قسم المعاملات أيضا أولا العبادات ثم المعاملات من هنا يعني القسم الثالث المناكحات وصلنا إلى النسيج.